كلمة أنثروبولوجي كلمة إنجليزية مشتقة من الأصل اليوناني المكون من مقطعين أنثروبوس ومعناه الإنسان ولوغوس ومعناه علم، وبذلك يصبح معنى الأنثروبولوجيا علم الإنسان، أي العلم الذي يدرس الإنسان. إذن ما هو موضوع الأنثروبولوجيا؟ ما هي أهداف هذا التخصص؟ ما هو مسار ومواد الدراسة فيها في الجامعة الجزائرية؟ وكيف يقيم هذا التخصص؟ يمكن تعريف الأنثروبولوجيا بصورة مختصرة وشاملة بأنها علم دراسة الإنسان طبيعياً واجتماعياً وحضرياً، وبهذا المعنى الأنثروبولوجيا هي العلم الذي يدرس الإنسان ويدرس أوجه الشبه وأوجه الاختلاف بينه وبين الكائنات الحية الأخرى من جهة، وأوجه الشبه والاختلاف بين الإنسان وأخيه الإنسان من جهة أخرى، وفي نفس الوقت يدرس السلوك الإنساني ضمن الإطار الثقافي والاجتماعي بوجه عام. فلا تهتم الأنثروبولوجيا بالإنسان الفرد كما تفعل الفيزيولوجيا أو علم النفس، وإنما تهتم بالإنسان الذي يعيش في جماعات وأجناس، وتدرس الناس في أحداثهم وأفعالهم الحياتية، كما تقوم أيضا على دراسة الحياة البدائية والحياة المعاصرة الحديثة للإنسان والتنبؤ بمستقبله القادم بالاعتماد على تطور الإنسان عبر التاريخ. تخصص الأنثروبولوجيا يحقق مجموعة من الأهداف يمكن حصرها في الأمور التالية: أولا الوصف، أي وصف مظاهر الحياة البشرية والحضارية وصفا دقيقا، وذلك عن طريق معايشة الباحث للجماعة المدروسة وتسجيل كل ما يقوم به أفرادها من سلوكات في تعاملهم في الحياة اليومية. ثانيا التصنيف، أي تصنيف تلك المظاهر بعد دراستها دراسة واقعية. ثالثا تحديد أصول التغير الذي يحدث للإنسان وأسباب هذا التغير بدقة علمية. رابعا محاولة التنبؤ بمستقبل الجماعة البشرية التي أجريت عليها الدراسة. متابعة تخصص الأنثروبولوجيا في الجزائر يتم من خلال كلية العلوم الاجتماعية، حيث تكون السنة الأولى بمثابة جذع مشترك عام يتلقى فيه الطالب تكوينا عاما متنوعا يتضمن عدة وحدات كعلم النفس، علوم التربية، الأرطفونيا، علم الاجتماع، الأنثروبولوجيا وغيرها. تخصص الأنثروبولوجيا في السنة الثانية يقع ضمن قسم علم الاجتماع والديموغرافيا، ومعدل القبول في هذا التخصص هو 10 فقط. يواصل الطالب دراسته خلال السنة الثانية والثالثة في الأنثروبولوجيا ليتحصل على شهادة الليسانس. يمكن بعد ذلك إكمال الدراسة في طور الماستر لمدة سنتين ليتوج بشهادة الماستر في الأنثروبولوجيا. بالنسبة لأهم المواد التي تدرس في هذا التخصص، نجد في السنة الثانية ليسانس ميادين الأنثروبولوجيا، النظريات الأنثروبولوجيا الحديثة، أنثروبولوجيا الفضاء الاجتماعي، أنثروبولوجيا الجزائر، الاستشراق وعلم النفس الاجتماعي. وفي السنة الثالثة هناك مثلا أنثروبولوجيا التراث المادي واللامادي، القرابة، العائلة والجندر، أنثروبولوجيا الهجرة، الأنثروبولوجيا السياسية وغيرها من المقاييس. في العالم العربي وفي الجزائر بصفة خاصة للأسف لم يحظ هذا العلم بالاهتمام الكافي لعدة أسباب، منها عدم فهم الكثيرين لماهيته وسبل تطبيقه والاستفادة منه، وكذلك ارتباط هذا العلم ودارسيه بالمناهج الغربية، حيث لم يطور وبقي يرتكز عندنا على الجانب النظري.
من النواحي السلبية لهذا التخصص أن الطلب عليه محدود في سوق العمل، وهذا حسب ملاحظات بعض الخريجين والعاملين في هذا المجال أنفسهم. كما نلاحظ عدم الإقبال عليه من طرف الطلبة إلا إذا اضطروا لدراسته بسبب معدلهم الذي لم يمكنهم من اختيار تخصص آخر. لذلك لابد من المشتغلين بهذا العلم السعي إلى الارتقاء به وتطويره وتوفير المناخ المناسب لذلك للأبحاث وإيجاد فرص عمل للطلبة المتخرجين منه. إذن موعدنا يتجدد الأسبوع القادم بحول الله مع موضوع آخر من خبايا النفس. السلام عليكم ورحمة الله.